قبل إلى المدينة التي يسكن فيها أبو قلابة، فرأى خيمة قبيل هذه المدينة في وسط الصحراء، وإذا الخيمة ليس حولها أحد من الأنعام أو من الناس. فدخل إلى الخيمة وإذا رجل جالس في وسطها أعمى البصر مقطوع اليدين، وإذا هو يكرر قائلا: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، ولا يتوقف لسانه عن تكرارها. فعجب الرجل، لا أنيس ولا جليس ولا مال ولا تلد ولا ولد، وأنت على هذا الحال الذي يرحمك كل من يراك ويعطف عليك ويحمد الله أنه لم يصبه مثلك، ومع ذلك تقول فضلني على كثير من عباده تفضيلا. فأقبل الرجل حتى وقف عند هذا الأعمى، وإذا هو الإمام أبو قلابة العالم، فسأله الرجل قال: السلام عليك، إني قد مررت بخيمتك فسمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، وأنت مقطوع اليدين وليس حولك أنيس ولا جليس، وقد جفاك الناس حتى سكنت في الصحراء، وأنت أعمى وربما كنت مقعدا، ولا أرى في خيمتك ما يستمتع به من متاع، فتحمد الله على ماذا؟ وفضلك على كثير من خلقه بماذا؟ فقال أبو قلابة رحمه الله: مرحبا بك، أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا فأسمع به ما يقول الناس وأدرك ما حولي؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من عباد الله ممن هم صم لا يسمعون؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الصم تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتكلم به مع من حولي؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من عباد الله ممن هم بكم لا يتكلمون؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء البكم تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من الناس ممن هم مجانين وربما صرعوا أمام الناس وضحك الناس منهم أو نزعوا ثيابهم أو فعلوا شيئا مما يحتقرهم الناس به؟ قال: كثير المجانين. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا، أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من عباد الله، كم يوجد من الناس من هم يعبدون الأصنام والأوثان والصلبان؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. أيها الإخوة الكرام، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يعرف نعمه فيشكره عليها، يعرف نعمه يدركها فيشكره عليها. كثير من الناس اليوم تعودوا على وجود بعض النعم عندهم فنسوا أن يشكروا الله تعالى عليها، وربما لا ينتبهون إليها إلا إذا فقدوها أو نزعت منهم. تستيقظ في الصباح وتقوم من فراشك وأنت مبصر سامع، تحرك يديك كما تشاء وتحرك رجليك كما تشاء. هل تعلم أن هناك أقوام في المستشفيات وفي غيرها استيقاظه هو فقط أن يفتح عينيه، لا يستطيع أن يحرك رجلا ولا أن يحرك يدا، وربما لا يستطيع أن ينادي أيضا على من حوله ليوقظهم ليساعدوه في طعام أو شراب أو غير ذلك. ولذلك كان أول كلمة يقولها المرء إذا استيقظ من نومه: الحمد لله، الحمد لله، يحمد الله تعالى: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. تحمد الله على العافية. يمر الواحد منا بأولاده وإذا هم نائمون مطمئنون، ولو شاءوا أن يقوموا لقاموا ولعبوا أمامه، وينسى أن هناك أقوام ربما مفرق بينه وبين أولاده، أو أولاده معاقون بين يديه، أو ربما لم يرزق بأولاد، ولا يقول الحمد لله على هؤلاء الأولاد أنهم في عافية وفي خير وفي أمان، لأنه تعود أن يراهم، تعود أن يرى هذه النعمة. ننظر بأبصارنا ونسمع بآذاننا ونتكلم بألسنتنا ولا ندرك أن أقواما يتمنون هذه النعم، وربما لو كانت تطلب بالأموال لطلبوها وقد فعلوا. كم من أشخاص ينفقون مئات الآلاف مما جمعوا من المال لعلاج سمع أو عين أو لسان أو جسد، وأنت قد أعطاك الله تعالى هذه النعمة. أيها الأحبة الكرام، نحن عندما
تكون النعم معنا دائما نغفل عن شكر الله تعالى عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما جمع الدنيا كلها. وأقبل رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقال له: هل أنا من الفقراء؟ فقال له: هل لك زوجة؟ قال: نعم. قال: هل لك بيت تسكن فيه؟ قال الرجل: نعم. فقال له: أنت من الأغنياء؟ قال الرجل: فإن لي خادما. فقال عبد الله بن عمرو: فأنت من الملوك. رواه مسلم. ما دام جمع الله تعالى لك ذلك، لماذا تشكو فقرا؟ فأنت من الملوك. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل عن شكر الله تعالى على النعم مهما قلت أو كثرت. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يصيبه الجوع، وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يمر عليه هلال هذا الشهر ثم هلال الشهر الذي بعده ثم هلال الشهر الثالث، يعني أكمل 60 يوما ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما طبخنا لحما ولا شيئا مما يطبخه الناس، وإنما هما الأسودان التمر والماء، يجوع فيأكل تمرا وماء فقط. ويتهم عليه الصلاة والسلام في عرضه، في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ويموت أولاده، مات القاسم ومات عبد الله ومات إبراهيم وماتت ابنته زينب وماتت ابنته رقية وماتت ابنته أم كلثوم، 6 كل هؤلاء ماتوا في حياته ودفنهم بيده، ولم يبق بعده عليه الصلاة والسلام إلا ابنة واحدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت بعده ب6 أشهر أيضا. ومع ذلك، مع كل ما يصاب به وموت أحبابه، يموت يقتل عمه حمزة وهو من أحب الناس إليه، ويأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويراه قد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه، مصائب تتتابع وبلاء، ومع ذلك يصلي ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قالت عائشة: يا رسول الله، أنت تطيل الصلاة حتى تفطرت قدماك، لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإن جعت وإن أصبت في أولادي وإن أصبت في مالي وإن آذاني من آذاني، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أشكر النعم الأخرى التي أعطاني الله تعالى إياها. وكان إذا أوى عليه الصلاة والسلام إلى فراشه كل ليلة يضع رأسه على وسادته ثم يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يزدري نعمة من نعم الله، مهما قدم الطعام بين يديه وكان طعاما غيره أحسن منه، ما كان عليه الصلاة والسلام يذم الطعام. قال عليه الصلاة والسلام يوما لما قدم إليه طعام في فتح مكة وقد كان جائعا فدخل على أم هانة، قال عليه الصلاة والسلام، وكانت أختا له من الرضاعة، قال لها: هل عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا إلا الخبز. فقدمت خبزا يابسا، لا لحم ولا مرق ولا لبن، خبز يابس يأكله. قال: هل عندكم إدام؟ يعني من مرقة أو لبن شيء ينلين به الخبز. قالت: ما عندنا إلا الخل، والخل تعلمون مرارته وحموضته. فقال: هاتيه. فجعل يأكل الخبز بالخل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، يعني الحمد لله، غير ما يجد حتى الخل ولا الخبز اليابس. لا تزدري أيها المسلم نعمة الله عليك، كلما رأيت نعمة من النعم، تحريكك ليدك، بصرك، سمعك، لسانك، إيمانك، أمنك، أمانك، ما تكتسبه من مال، احمد الله تعالى عليه. إن ربكم يحب أن يحمد، يحب أن يمدح. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي. وأول كلمة أيها الإخوة يقولها أهل الجنة إذا دخلوها، أول كلمة يوفقون إليها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة. أول سورة في القرآن بدأها الله تعالى بالحمد، وهي التي نقرأها في صلاتنا ونحفظها أولادنا ويحفظها الكبير والصغير والعربي والأعجمي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كلما كان العبد حمادا لله تعالى كثير الحمد زاده الله تعالى من نعمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، ذاك الميزان العظيم عند الله تعالى الذي ليس كميزاني ولا ميزانك، إنما هو ميزان لا يعلم حجمه وقدره إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ذلك الميزان بالحسنات. قدم بين يديه عليه الصلاة والسلام يوما طعاما، وإذا هذا الطعام هو الضب، فلم يأكل منه ودفعه عنه ولم يذمه ولم يقل ما عندكم إلا هذا الأكل، ما عندكم إلا هذا الطعام، لم يذمه وإنما دفعه عنه. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، لكن لم يكن بديار قومي فأجدني أعافه. أنا من أهل مكة، ومع جبالها وغيرها لا يوجد فيها مثل هذا الضب، وبالتالي أنا منذ الصغر لم أتعود أن أرى الناس يأكلون، فأجدني أعافه. لم يكن بديار قومي فأجدني أعافه. قال: فجبذه خالد بن الوليد رضي الله عنه إليه وأكله، وأكل الصحابة معه، فلم يذم صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، يعلم هذه نعمة سواء أعجبتني أو لم تعجبني. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أكثر حمد الله تعالى على النعم، ولا يكن وجود هذه النعم عندك باستمرار، لا يكن مغفلا لك عن ومنسيا لك عن أن تشكر الله تعالى عليها. تعودت أن تدخل الحمام وتقضي حاجتك بنفسك، احمد الله تعالى على أن يسر لك ذلك. دخلت يوما في وليمة عند بعض الأقارب، وإذا رجل، لما بدأت أسلم على الناس، وإذا رجل مررت به ومدت يدي إليه فأشار برأسه مرحبا، فنظرت لما لم يمد يده، وإذا يداه مقطوعتان من عند الكتفين. لا أدري هل أصابه حادث أو مرض أو ولد هكذا. وجعل الذي يصب القهوة غلام صغير يمر به ويمد له الفنجان، وذاك يقول له شكرا، وهذا يقول بلى خذ، لم ينتبه إلى أنه ليس له يدان، وأمامه أطيب التمر والرطب لا يستطيع أن يمد يده إليه. فجعلت أقول في نفسي: ترى هذا الرجل لو أراد أن يحك وجهه أو عينه، من سيفعل له ذلك؟ ترى لو أراد أن يقضي حاجته الآن من بول أو غائط، من سيأخذه إلى الحمام ويفتح له الباب ثم ينزع لباسه ثم ينظفه ثم يعيد إليه لباسه ثم ينظف مكانه ويخرجه مرة أخرى؟ من؟ نحن لنا يدان ورجلان وسمع وبصر ولسان، هل استشعرت هذه النعمة في كل صباح؟ كان عليه الصلاة والسلام أول ما يستيقظ: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، وعافاني في جسدي. استشعار النعم يبقيها عندك. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وبالتالي أشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أعطاك الله تعالى إياها، ولا تستعملن هذه النعمة في معصية، لا تستعمل هذه النعمة في معصية. أعطى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام قوة في بدنه، فدخل المدينة يوما على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، ضرب الذي من عدوه في صدره فمات الرجل من قوة الضربة. ثم قال موسى بعدها: استغفر، قال: ربي اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ثم ماذا قال موسى؟ يعلم موسى أني إنما مكنت بنعمة من نعم الله، وهي قوة البدن،
ولو كنت ضعيف البدن وضربتي ضعيفة لما استطعت أن أفعل ذلك، إنما مكنت بنعمة. ماذا قال؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي بهذه النعم التي أعطيتني لن أكون مناصرا لمجرم أو خائن أو أفعل بها معصية. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شكر النعمة أن تعترف بها وتقر بها في داخلك أنها من الله وتكثر الحمد، وأن لا تستعملها في معصية، وأن تعترف أنها من الله. قارون الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الله تعالى لا يحب المترفين الطاغين الذين يؤدي بهم الفرح بالنعمة إلى عمل المعاصي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، النعم استعملها في طاعة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ هل اعترف بالنعمة وانكسر لله وقال الحمد لله هذه النعمة من الله، يا رب لك الحمد أن فضلتني على كثير من عبادك؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي علم بالتجارة والبيع والشراء وبالتالي حصلت هذا المال، ليس فضلا من الله بل هو بذكائي وتفكيري. قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم قال الله بعدها بآيات فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ولذلك النعمة لا بد أن تقر في داخلك بها وأن تتذكرها دائما، أن تتذكرها دائما. إذا ركبت السيارة بنفسك يا ربي لك الحمد، غيرك يحمل من كرسيه ويوضع في السيارة. قضيت حاجتك، أكلت طعاما، رأيت أولادك، لبست ثوبك، احمد الله، غيرك يلبس الثياب وتنزع منه الثياب. غيرك لو لم ترفع اللقمة إلى فمه أو الشربة إلى فمه مات جوعا أو عطشا وأنت ترفعها كما تشاء. إن ربكم يحب أن يحمد على نعمه، فنحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا. وأخيرا روى الإمام أبو داود بسند جوده النووي وجوده شيخنا ابن باز رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. احفظها، ابحث عنها وستجد هذا الذكر واحفظه. من قال حين يصبح الحمد لله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.